السلام عليكم أصدقائي، سنذكر اليوم قصة المثل العربي الشهير حبل الكذب قصير. تدور أحداث القصة حول تاجر غني من بغداد اكتشف أنه قد سرق من صندوقه 1000 دينار، وكان لديه العديد من الخدم، فقام بجمعهم وسؤالهم عن المال المسروق، فبرأ كل منهم نفسه من السرقة. احتار التاجر في أمره ولم يعرف كيف يحدد السارق دون أن يتهم أحدا، وبعد تفكير طويل اهتدى إلى حيلة وقرر تطبيقها من فوره علّه يكتشف إن كان اللص من المحيطين به. أعطى التاجر كل خادم حبلا وردد على أسماعهم بأن الذي قام بالسرقة لن ينفعه الندم، فبعد مغيب الشمس سيزداد طول الحبل 10 سنتيمترات وأعرف من هو السارق. وفي اليوم التالي جاء الخدم ووقفوا بين يدي التاجر، فبدأ يتفحص كل حبل على حدة إلى أن وجد حبلا أقصر من الحبال الأخرى 10 سنتيمترات، فعرف التاجر من يكون اللص، وظل يردد حبل الكذب قصير. ومنذ ذلك الحين صارت مثلا يقال في مواقف الكذب والخداع.